أهل الأندلس برنامج يهتم بالنوبات الأندلسية، إعداد وتقديم مختار علالة. علي بن عبو نغمة جميلة وجميلة جدا من توشية عنوان اسمه توشية المايا بأداء جمعية مصطفى بالخجاني مدينة وهران. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه العشية الأندلسية مباشرة على أمواج إذاعة وهران في حصة أهل الأندلس. حصتنا اليوم مستمعينا الكرام نخصصها لجمعية الثقافية مصطفى بالخجاني مدينة وهران، اللي هي تعمل كل مجهودها باش تحافظ على التراث الأندلسي وأصالته بفضل التسجيلات اللي تقوم بها دائما وتقدمها في الأولوية لمستمعيها إذاعة وهران، وهذا رغم عدم وجود لها مقر رسمي باش تقوم بالتمرينات وكذلك خاصة يعني التكوين للجيل الصاعد. إلا أن في المدة الأخيرة جمعية الثقافية مصطفى بالخجا فقدت شخصية بارزة من محبين كبار للتراث الأندلسي، وطبعا من محبين كذلك كل الجمعيات الأندلسية لا سيما مدرسة النمسان أو مدرسة الجزائر العاصمة. المرحوم اللي نتكلم عليه اليوم هو المرحوم سيد عصمت قلفات رحمه الله. عصمت قلفات اللي هو أخ للشيخ أمين قلفات المعروف كرئيس جوق جمعية الثقافية مصطفى بالخجا وعازف ماهر على آلة المندولين. طبعا المرحوم عصمت قلفات ترعرع في وسط عائلي مغرم ومهتم بالموسيقى الأندلسية كبقية إخوته، نذكر الشيخ أمين كذلك الأستاذ شكري والأستاذ حاج بومدين المتواجد بفرنسا، اللي هم كذلك مهتمين بهذا التراث العريق اللي هو الموسيقى أو النغمة الأندلسية الأصيلة. عصمت قلفات اللي نقول عليه أنه عمل كثيرا من أجل الاحتفاظ وظهور خاصة ظهور التراث الأندلسي ولكن في الخفاء. عصمت قلفات كان هو كذلك يعزف على عدة آلات موسيقية كآلة المندولين، آلة الرباب، البيانو، وكذلك آلة الكويترة اللي رايحين نسمعوا له مقطع منها في إحدى السهرات العائلية بأدائه جواب من استخبار في طبع السيكا. يعني نسمعوا إلى الأستاذ عصمت قلفات عفوا في أداءه لجواب من استخبار
الأنهار اللي كان يؤديه بصوته الأستاذ فوزي بالخوجة اللي هو كذلك معروف كرئيس جوق جمعية الأندلسية لمدينة سيدي بن عباس. إذن مستمعينا الكرام نخليكم تسمعوا في الأول إلى هذا الاستخبار اللي كان يرافقه المرحوم عصمت قلفات على آلة الكويترا. إذن بعد المقطع الأول première partie de l'استخبار اللي أديه الأستاذ فوزي بالخوجة نسمعوا إلى آلة الكويترا تجاوب عليه وهو بدأت يكون عصمت قلفات رحمه الله. بعد قليل نسمعوا إلى الاستخبار على آلة الكويترا. كونوا في السماع. سمعين كنا نسمعوا إلى الأداء على آلة الكويترا العزف على آلة الكويترا اللي كما قلت لكم اللي كان هو المرحوم عصمت قلفات. ونخليكم نواصلوا في الاستقبال للأستاذ فوزي بالخوجة ثم نرجع إليكم. بديرة بالرحيل واستعجلت بالطرابي
الشمس في الحجوب كنا نسمعوا إلى استخبار بأداء الأستاذ فوزي بالخوجة واللي كان يرافقه في هاد الصحراء المرحوم عصمة قلفات. كما قلت لكم كما سمعتوه يعزف على آلة الكويترا، وكان هذا التسجيل في سنة 1984 من الجزائر العاصمة، وكان شارك في هاد الصحراء كل من الشيخ أمين قلفات اللي هو الأخ، وكان على آلة الموندولين اللي كنا سمعناها، وكذلك على آلة كمانجا ألتو الأستاذ رضا بالخوجة اللي هو ولد الشيخ مصطفى بالخوجة المعروف بالميداي دور على كل حال في 66، وشيخ كذلك يحيى غول مؤسس جمعية نسيم الأندلس على آلة العود، والأستاذ اللي كان أدى الاستخبار فوزي بالخوجة اللي هو على آلة العود اللي كما قلت لكم هو رئيس جوق جمعية الأندلسية لمدينة سيدي بن عباس. كان على كل حال كذلك كان المرحوم عصمة قلفات شجع كثير الشيخ أمين قلفات باش يقوم بعمل وتسجيل كل قصائد للشيخ مصطفى بن ديمالات اللي كنا على كل حال تعرفنا عليه في إحدى الحصص الماضية. كان هذا طبعا باستضافة الشيخ أمين قلفات، كان معنا هنا في الاستوديو وتكلمنا وتعرفنا عن الشيخ مصطفى بن ديمالات، وهذا كان في حصة من سنة 2010. إذن الآن نواصل دائما مع تخليد ذكرى وفاة أو وفاة المرحوم عصمة قلفات باستماع إلى السجوة مع الأستاذ محمود ريفال قلفات اللي تأثر كتير بفقدان العم نتاعو، وطبعا ككل عائلة طبعا، ويقدم لنا لمحة تاريخية للمرحوم، وكذلك يقدمنا بعض من أعمال الجميلة المفيدة اللي قدمها المرحوم عصمة قلفات من أجل احتفاظ بتراثنا العريق. إذن نسمعوا للأستاذ محمود رفاق قلفات اللي هو كما تعلمون رئيس جوق جمعية الثقافية مصطفى بالخوجة، وكذلك لسوليست دو لاسوسياسيون. إذن نسمعوه واش يقول في هذا الاستجواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر إذاعة الباهية كل عمالها والطاقم التقني وبالخصوص مديرها الأستاذ فيصل حفاف ومنشط حصة أهل الأندلس السيد والأستاذ مختار علان. كما تعلمون أن الجمعية الثقافية مصطفى بالخوجة لمدينة وهران تعمل على تسجيل هذا التراث الموسيقي الأندلسي وبالخصوص مدرسة تلمسان، لا في النوبة الأندلسية ولا في الحوزي ولا في العروبي والغربي والمديح. هذه المرة جاءتكم الجمعية بتسجيل للمديح الديني، وكما كل مرة راهي عطات الاكسكلوزيفيتي لاذاعه الباهيه وهران، وهذا المره ماذا بيا نهدي هذا التسجيل اتيتر بوستوم ا مون اونكل عصمه قلفات اللي توفى هذه 15 يوم يوم 14 مارس 2011 بمدينه الجزائر العاصمه. واغتنم الفرصه لكي اشكر الكل اللي من جا عزة من قريب ومن بعيد، وأغتنم الفرصة أيضا باش نرحموا عليه والله يطرح البركة ويعطي الصبر لمراته وبناته. عصمة قلفات من مواليد 2 جوان 1945 هو الأخ تاع الأب تاعي،
ولد القاضي الحاج محمود قلفات عصمة الزاد بمدينة الإنسان. وكيقفل العام الأب تاعو الحاج محمود قلفات مدو الولد خالو باش يربيه. ولد خالو هو الحاج بالخوجة الطبيب اللي هو أخ الشيخ مصطفى بالخوجة رحمه الله. الدكتور حاج بالخوجة نيون با دونفون الطلب على كل حال هذاك سيتي با سون كوزان سيتي سون فخ. كان جدي الله يرحمه كان ما يعملش الفرق بين خواه عبد المجيد ورضوان وجمال مع ولاد بالخوجة اللي كانوا ولاد خالو الحاج ومصطفى. والحق الدكتور الحاج بالخوجة ومراته رباوه كأنه ولدهم ولا عاد أكثر من ولدهم. ولهذا كبر في مدينة سيدي بلعباس وكانوا في دار واحدة الحاج ومصطفى بالخوجة رحمهم الله. ليدا عصمة صرعرع وكبر في وسط عائلي فني مع الشيخ مصطفى بالخوجة الله رحمه اللي علمه. وكي كان يجي لتلمسان مع الأب تاعي كانوا يمشيوا عند عمهم المرحوم الشيخ جمال قلفط اللي كان موندولينيست نتاع راديو تلمسان مع الشيخ العربي وكان موندولينيست تاع لوركاست دو لاسلام. لاسلام اللي قبل 1968 كانوا يمشيوا ويتعلموا وكانوا يمشيوا للسهرات اللي كانت تقوم بها نادي الشبيبة الجزائرية مع الشيخ مصطفى بالخوجة والشيخ محمد بوعلي والشيخ جمال قلفات الشيخ مصطفى بريكسي الشيخ غوتي قازي أول والشيخ عبد الغني المالطي وعمهم عبد المجيد قلفات. هادو الكل كانوا يقوموا بالسهرات وهما كانوا صغار وكانوا يتعلموا. والحق عصمة الله يرحمه كان يعرف يعزف على الآلات الموسيقية كان يعزف على آلات الكمانجة والرباب والعود ولكن كان يعزف بصفة ماهرة على الكويسرة والبيانو. ومن بعد كعب الباك تاعو انتقل إلى الجزائر العاصمة لمواصلة الدراسات العليا وتسمى ليستقر نهائيا في هذه المدينة. وكان الله يرحمه كان همي زهواني كان يقوم بسهرات عنده في الدار وكانوا يلعبوا الموسيقى الأندلسية وكانوا يجيوا دي ميلومان تانيك ودي موزيسيان موزيكولوج على سبيل المثال جلو ليلس كامل المالطي. عمره ما كان يشوف راسه يحبس عليه هذه الموسيقى الأندلسية كانت عنده في الدم. وهنا باش ما نطولوش الحديث هنا نشهدوا له وجميع اللي عرفوا يشهدوا له او ما بعد على 3 شوز. لا بروميير دي شوز هي انه كان وراء لا كرياسيون تاع لو فيستيفال دو ميوزيك تراديسيونال ا تلمسان ان 1974 كان هو avec la complicité de mon père مشاو شافوا على بوك وزير التربيه الوطنيه الاستاذ عبد الكريم بن محمود اللي هو عاونهم باش عملوا الطبعه الاولى نتاع المهرجان للموسيقى التقليديه تاع تلمسان. والحاجه الثانيه بفضلوا لي حاج محمد النيفر هذا سي تان غران لوتي الجي بفضله اللي قعد معاوتش مشى لتونس كان ماشي لتونس ان 1987 ولا 88. وبفضله هو صاب له ان لوكال في لو بوا دي زاركاد كان يعرف على ليبوك لو ريسبونسابل دو بروجي رياض الفتح هو هذا هضر معاه شاف له ان لوكال تما. وبفضله الحاج محمد النفر قعد ابري دو زون الحاج محمد توفى ولكن راه كان ولده جمال اليوم اللي راه يواصل في هذا العمل اللي كان يقوم به بوه. وبفضله بعد كي نهضروا على الجمعيات تاع مدرسه الجزائر العاصمه ما كانش جمعيه اللي ما عندهاش او موا ان انسترومون تاع النفر. والحاجه الثالثه كان يحب هذا الفن ويحب هذه الموسيقى كان يعاون الجمعيات والمغنيين اللي كانوا يبداوا في لاكارير تاعهم كان
كان يسجحهم وكان يبينهم باش هادو المغنيين يبانوا، كأمثال نوري كوفي، عبد اللطيف من الريوة، ناصر مقداد في الميدان الشعبي، يحيى الغول اللي حتى هو شاف له باش كمل الدراسات تاعو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا السيدة قارة تركي زكية، وكان يمد نصائح تقنية، il donnait des conseils techniques et artistiques في ميدان الموسيقى الأندلسية، وكان يعاون أيضا كما اللي قلت الجمعيات كما جمعية الانشراح لمدينة الجزائر العاصمة على رأسها صديق الأستاذ اسماعيل هني، وأيضا جمعية حباب الشيخ العربي، وأيضا جمعية حباب الشيخ العربي لرئيس الجوخ تاعها هو ولد عمي فوزي قلفات، كانوا يمشي بيقوموا بسهرات عنده. وإحنا الجمعية الثقافية مصطفى بالخوجة اللي متكونة من خواه ولاد خواه، كنا كما نمشي للجزائر العاصمة باش نقوموا باش نفوتوا في سهرة فنية ولا في مهرجان، كنا كما نكملوا لا ريبريزونطاسيون اوفيسيال تاعنا نعاودوا نمشيو لعندو للدار نتسمو ونعاودوا نكملوا السهرة حتى الصباح. والله يرحمه il était très complice avec mon père، c'est pour ça que حنا خرجنا complice avec lui، وكان يحبنا انا والاخ تاعي انيس قلفات كلي ولادو، ما كانش يعمل الفرق بين بناته وانا وانيس، وكنا نعتبره حتى حنا كاب لنا، كان عندنا اب وكان لنا عم وكان لنا ايضا صديق. وعصمت قلفات c'était un homme hors pair et hors nom et c'est ce qui faisait son charme. والان ككلمه اخيره هذه المرة ما تكونش بأقوال، حبيت أنها تكون بموسيقى، وهنا اختاريت باش pour lui rendre hommage. كان الله يرحمه كان مرة كان يقول لي الله خليك ارفد الكويسرة بوحدك وخدم لي مصدر زيدان تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، وهذه الخطرة راني نخدمها له رغم أنه توفى، ولكن يقعد دائما دائما وأبدا حي في قلوبنا وقلوب الكل اللي عرفه واللي كان يحبه، الله يرحمه. والسلام عليكم. هكذا كان استجواب للأستاذ محمود ريفال قلفات، مشكور كل الشكر عن يعني كل ما قدمه من يعني الأعمال اللي قدمها المرحوم عمه عصمت قلفات. طبعا كما قال تخليد لذكرى وروح الفقيد، نحن كذلك معه ومع كل المستمعين إذاعة وهران ومحبين التراث الأندلسي، نسمعوا إلى هذا المصدر اللي هو من المصادر الكبار في نوبة الزيدان اللي هي تحيا بكم كل أرض تنزلون بها. إذن نسمعوا بأداء صوت الأستاذ محمود الرفال القلفات هذا المصدر في الزيدان. طبعا الأستاذ هنا يعزف على آلة الكويترا، et je vous dirais que c'est une très bonne occasion pour entendre le jeu de la cuétara et aussi le son que la cuétara procure et donne à l'écoute. Thank you.
Oh,
رانحا سنا الكسا والخمرة والحبيب راقبوا عنا يكونوا غايب لأنني نبغض الراقب لأنه يفتش على في راقي لأنه يفتش على في راقي محبوب قلبي بمروم وطيع درع علينا وبالكس يا ساقي إذا حولت فيض القطيع علينا بالكس عراقي وإذا حولت فيض القطيع طبعاً نبقوا دائماً نقولوا إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمك عصمة قلفات ونتمنى وإن شاء الله مزيد من العمر للزوجة والبنات نتاعك في طوال العمر وفي الدنيا والآخرة كذلك. إذن كنا يعني نعملوا هاد سمعنا إلى تحية إلى مصدر زيدان بأداء صوت الأستاذ محمود الريفال قلفات اللي كما قلت لكم كان تأثر كتير بفقدان عمي. ودائما ريفال يعني عندما يقوم بعمل أو يسجل نوبات أو مدائح أو حوزي ما أولين في الأول يعني يقدموا لإذاعة وهران هدية لكذلك للحصة. ومن ضمن التسجيلات اللي تقدم بها اليوم مع الجمعية الثقافية مصطفى بالخوجة للحفاظ طبعا دائما على التراث الأندلسي الراقي يقترح عليكم أو نقترح عليكم الاستماع الآن مجموعة من المدائح الدينية من كلام الشيخ المعروف بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ سيدي الأخضر بن خلوف. في الأول نسمعوا إلى المديح من كلام دائما سيدي الأخضر بن خلوف بعنوان محمد خير الأنامي ويكون متبوع بمديح آخر
ثاني دائما بنفس الشاعر كلام الشاعر بعنوان مفتاح خير لا ينكد لا ينفد عفوا مفتاح الخير لا ينفد ومتبوع بخلاص ما كنزي واعتمادي في طبعا الأخير القصائد الدينية هذه للشاعر الأخضر بن خلوف. إذن مستمعين الكرام نخليكم مع جمعية مصطفى بالخوجة لمدينة صوارى بأداء صوت الأستاذ محمود ريفال قلفات.
بالخير سابقا ورشدني نحو طريقيا. وجعل خاتماتي موافقا بلساني حقا حقيقيا. اجعل باب الذكر فامي اجعل باب الذكر فامي. نذكر اسمك بدوامي اسمك ما مثل طعامي واسم الرسول تسهامي. Thank you.
وصلا وتسابعين يا أغفرني بجهل سقيا والنصر والمهاجرين يا سمعنا الكرام عشاق الطرب الأندلسي. جينا إلى نهاية الحصة متمنيا أنكم قضيتم وقت ممتع وعلى كل حال peut-être aussi avec un peu d'émotion pour notre cher regretté cousin et ami Esmet Kalfat et bien sûr tout ça avec l'association Mustafa Bulkhouja Doran. طبعا نشكر كل من رسلنا كذلك عن طريق الاس ام اس. نذكر عبد القادر بكاي من تلمسان, عمر حصان من تلمسان, لميا قلفات بنت المرحوم من تلمسان, بريكسي بوهران سيدة بريكسي عفوا, والاستاذ محمد الحبيب منصوري من مدينة وهران اللي ان شاء الله نستقبلوه في المستقبل يعني, وربما الجمعة القادمة في استوديو إذاعة الحصة باش يقدم لنا كل ما يعني يعزف عليه كمغني في التراث الأندلسي وبصوته الجميل جدا, وكذلك سيدة الزوجة نتاعو اللي هي سيدة مليحة بنت بلخوجة اللي هي زوجة منصوري. إذن وكل طبعا المستمعين والمستمعات إذاعة وهران, نشكر مهدي في اللوحي في الهندسة وعلي بن عبو كذلك كان رفقنا قبيلات وكذلك وفتحي الصايم في المراقبة والإخراج وزميلتنا وسيدة نصيرة مصري في تنشيط إذاعتكم إذاعة وهران. إذن شكرا وإلى اللقاء اليوم الأحد إن شاء الله من الساعة 3 إلى 4 في حصة جديدة من الحصة أهل الأندلس. صلى الله عليك نبدا
الصلاة والسلام. الرابعة مساء باستديوهاتنا بمحطة وهران.